منورنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لكابتن شريف عبد المنعم، اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. منورنا كابتن. الله يخليك كابتن. كابتن ايمن سريع عشان عندنا حالات كتيره والدنيا انت عارف الوقت. ابراهيم نور الدين النهارده كابتن شريف، معاه شريف عبد الله الحكم مساعد رقم واحد، معاه كمان وائل شعبان، ومعاه محمود وفا، وعن كان على الفار كان محمود بسوني وكان صبحي العمران. البداية كابتن شريف، كابتن أسامة، إبراهيم نور الدين النهاردة الحكم، الهدوء، هدوء النهاردة إبراهيم نور الدين وتركيزه هو سبب إن هو يمر بالمباراة بشكل جيد. أنا عامل مقارنة جميلة جدا جدا بين لمسة يد الأولى اللي هي تم احتسابها على ديانج والثانية اللي هي لم تحتسب. نيجي بس للأول، لعبة لعبة محمد هاني. أعتقد الكل حافظ يا كابتن أيمن، الكل حافظ. احنا قلنا الايد لمسه يد النهارده ليها معايير يا كابتن شريف، معايير الايد هنا في وضع طبيعي ولا مش في وضع طبيعي؟ ودي حقيقه طبعا يحسب لطاقم التحكيم النهارده ان هم وحدوا المعايير سواء حكم الميدان او حكم الفار. يا كابتن شريف شوف هنا ايد محمد هاني وانتوا تحكموا، كابتن شريف هنا الايد ايه؟ بحاله سليمه، وضع طبيعي، يعني هي مش خارجه، خارج نطاق الجسم، مش مكبره الجسم. وبالتالي هنا كان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح، لا توجد مخالفة لمس كرة بيد، والفار هنا أكد على قرار الحكم لا توجد مخالفة. جاي الثلاث حالات ورا بعض. الحالة بعد كده نشوف هنا كابتن أسامة، اللعبة دي اللي جاية ديت مهمة أوي أوي أوي. ونشوف هنا تمركز الحكم في هذه الحالة. نشوف هنا بس إيد ديانج. هنا على طول خلاص حفظنا كابتن شريف. هنا بنقول هنا إيه؟ الإيد هنا مكبرة حجم الجسم ولا مش مكبرة كابتن عادل؟ كبارة. أيوة. واضحه جدا جدا. وحتى كمان ابراهيم نور الدين كمان قريب قوي 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 قوي. ده الفرق ما بين اللعبه دي واللي جايه يا كابتن شريف. طب هي الكره دي جت من جسمه لايده ولا جايه دايركت على ايده؟ بس ايده كده جايه في ايد مفروده، حتى لو جت في الجسم يا كابتن، حتى لو جت في صدري، لو جت في صدري وجت في ايديا المفروده. برافو يا كابتن شريف، برضك ركله جزاء. انت معايا؟ هنا بنقول هنا ايه؟ كان ديانج ممكن عنده فرصه، بلال عارف فرصة، لأن الكرة جاية من رامي التماس، كان عنده فرصة إن هو يشيل إيديه أو يبعد إيديه، ولكن هنا الإيد خرجت طبعًا لا شعوري، وبالتالي هنا المخالفة موجودة، وده الفرق ما بين اللعبة دي والحالة اللي جاية بقى المهمة اللي بعد. نشوف هنا هاف، بس هاف. دخلوا لي بس بعد إذنك، هات لي تمركز إبراهيم نور الدين هنا في الحالة دي. وأنا هنا ليه بقول ليه؟ لأن دي حالة تعليمية لكل حكام مصر. الحكم فين يا كابتن؟ حكم الكرة على طول قدام اللعبة. إحنا قلنا تمركز الحكم، وضعيته في داخل ميدان اللعب، قربه من الحدث هو اهم حاجه في هذه الحاله. نمشي بقى دكتور نشوف هنا القرار. هنمشي نمشي، خد الزاويه، بص هنا ستوب. هو شاور كمان، شاور ايه يا كابتن؟ هو شاور انه بيشيل. معلش يا دكتور سامحني بس يا دكتور، الحاله دي مهمه قوي. بيقول لك ايه؟ الله عليك يا دكتور. هنا بيقول ايه؟ بيدي رساله لمين؟ للعيبه وللفار، ان انا شايف وقريب، وهنا الايد هنا في وضع طبيعي، وبالتالي هنا كان القرار حتى في الملعب صحيح، وكان قرار الفار كمان كونفيرم على قرار الحكم. ودي انا اقول هنا امتياز النهارده لحكم الميدان وحكم الفار، الاثنين طبقوا المعايير بشكل واضح وشكل مفهوم يا كابتن شريف. هنا بيقولوا مفيش شكل جزاء على ديانج، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب. نشوف هنا ابراهيم، اول مره النهارده نشوف تمركز وقرار صحيح من الحكم. بامانه دول اهم ثلاث حالات يا كابتن، انا حبيت اجيبهم في الاول يا بلال عشان نشرح للناس الفرق ما بين المخالفه والفرق ما بين الوضع اليد الطبيعي. بعد كده نشوف القرارات او الحالات اللي بعد كده نشوفها. هنا عندنا شريف عبد الله تماما تماما، هنا على طول تكنيك رايه عالي على اعلى مستوى، واشاره وتعاون يا كابتن عادل بالقرار، يعني طاقم تحكيم النهارده بامانه كانوا على مستوى جيد من التعاون. هنا بنشوف الايد هنا اللاعب، وبالتالي هنا حسب المخالفه وتعاون بقرار مع ابراهيم نور الدين. دي الحاله اللي بعد كده نشوف، بعد كده الحاله بعد كده دكروري نشوف هنا، هنا بنشوف مخالفه، هنا عمل حاجه جميله قوي قوي قوي، سمح باستمرار اللعب وتحت فرصه. ده دليل على ان التركيز كان حاضر والقراءه كانت حاضره، وبالتالي هنا كانت فرصه كان ممكن ان هي تبقى هجمه واعده، وبالتالي هنا يحسب للحكم ان هو اتاح الفرصه بشكل جيد جدا جدا جدا. اللي بعد كده نشوف هنا الحاله اللي جايه، وديانج او موديست قريب قوي 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 ولم يتردد، انذار لاحمد فوزي، انذار صحيح للتهور. نشوف الحاله بعد كده تاني، هنا حتى اللاعب لم يعترض، وبالتالي هنا الايد
الرجل هنا والعرقله واضحه، وهنا ابراهيم بص وحسب مباراه جميله جدا للحكم، قرار صحيح بانذار والانذار للتهور. حاله بعد كده تمام، نشوف هنا كلام جميل جدا جدا جدا، نشوف هنا حتى تعطيل هجوم واعد وبالتالي هنا انذار. وعاوز اشوف حاجه جميله قوي يا كابتن شريف، شوف هوكا بيعمل ايه، شوف الاحترام واحترام الحكم والسلوكيات بتاعت اللاعب النادي الاهلي تماما بقرار ملتزم تماما. والنبي تاني كده يا دكتور معلش، هنا المخالفه موجوده والبطاقه مستحقه، ولكن انا عاوز اقول رد فعل اللاعب لم يعترض، ما قامش للحكم وكان يعني ابدى سلوك يعني غير رياضي، ولكن هنا بنشوف هنا لاعب النادي الاهلي رايح بعد ما خد الانذار، بنشوف هنا عمل ايه الراجل، روح جميله جدا جدا من اللاعب، ودي انا بحيي عليها لاعبي النادي الاهلي حقيقه طبعا. وفي هذه اللقطه يمكن دي لقطه السيد الكاميرا، ان لعيبه النادي الاهلي ما بتعترضش على التحكيم، ويمكن زي ما قلنا هم بيطلبوا بس حقهم. يا كابتن ايمن، اداء التحكيم النهارده انا سعيد لحاجه واحده بس، المفاهيم والمعايير اتطبقت في حالات مخالفه لمس كره بيد على الكل ما بين الحكم وما بين الفار. بالتوفيق طبعا لتحكيم مصر، وبقول لابراهيم مباراه طيبه، بدايه طيبه ابراهيم، ويا ريت تبقى مركز في المباريات زي النهارده ما كنت مركز وكنت هادي كده، اكيد هتبقى في المباراه الجايه تبقى افضل وافضل وافضل. شكرا ليك يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتني.